دي منظومة مترتبة، وده أهم سؤال فيها، النظام. النظام يا بهاء. في سنة 2000 شركة العدل جروب أنتجت واحد من أهم أفلامها، فيلم ثقافي اللي قدم ثلاث وجوه شابة أصبحوا نجوم الفن في مصر بعد كده. الفيلم من تأليف وإخراج محمد أمين، وبيحكي قصة ثلاث شباب، فتحي عبد الوهاب، أحمد رزق، وأحمد عيد، والتلاتة عاوزين يشوفوا فيلم ثقافي مع بعض. أحداث الفيلم حصلت في إطار كوميدي حول تجميع عناصر المشاهدة الأساسية، الفيلم والفيديو والمكان وما يحدث لهم من مواقف طريفة في القصة. وفي الفيلم ده ظهرت لأول مرة سينمائياً الفنانة روبي، وظهرت فيه بمشاهد صغيرة، واسمها ظهر على التتر باسم رانيا حسين. وكان في عدد من ضيوف الشرف منهم يسرى وسامي العدل منتج الفيلم وإبراهيم يسري، لكن اللي لفت الأنظار في الفيلم ده فنان شاب اسمه محمد التهامي اللي لعب دور الريس برايز، وقال جملة من أعمق الجمل في تاريخ السينما المصرية: العيب في النظام يا بهايم، وانحصر داخل الأدوار القصيرة بس. التهامي ما خدش شهرته وما ظهرش غير بس في 7 أفلام ومسلسلين، وكلها كانت من سنة 1993 لحد سنة 2000، لكن شهرته اكتسبها في فيلم ثقافي، ومن أشهر الأفلام اللي ظهر بيها تهامي في فيلم شهير مع عادل إمام، واللي كان سبب رئيسي في كشف الخارج عن القانون علي عبد الظاهر اللي قام بدوره عادل إمام بعد ما بلغ زميلته فاتن اللي هي حنان شوقي، لما قال لها إن الشخص اللي عايش معاكم في البيت مش الدكتور مصطفى. بعد فيلم ثقافي اختفى محمد التهامي فجأة وما ظهرش طول 15 سنة، لحد ما ظهر سنة 2015 بدور صغير في مسلسل زواج بالإكراه، بجانب عمله في التمثيل أنتج تهامي فيلم اللي بيحب ربنا يرفع إيده لفوق، وده سنة 2013. عمل منتج فني لفيلم البلدوزر سنة 1992، وقام بالإعداد المسرحي لمسرحية انفجروا أو موتوا. ورغم غيابه كل ده، لكن هتفضل جملة العيب في النظام يا بهايم هي الأشهر والأصدق في تاريخ السينما، لأنه من خلال الجملة دي أرسل محمد أمين مؤلف الفيلم رسالة مضمونها كبير من خلال الجواز، علشان يخرج تهامي علشان يقول رسالة الفيلم العيب في النظام يا بهايم، ويقصد بيها السيناريست محمد أمين معنيين، الأول قريب والتاني بعيد. المعنى القريب هو نظام الفيديو، لكن البعيد دي ترجع للمؤلف واللي قال إنها ملهاش معنى سياسي، ولما شافه محمد أمين فكر إنه يستعين بيه كضيف شرف علشان يقوم بالدور. يقول تهامي إن رسالة الفيلم كانت من خلال الوضع اللي يمر بيه الشباب، وكمان صورة الطفل الباكي اللي ظهرت في الفيلم ليها معنى، وهي من أشهر الصور في العالم واللي ارتبطت عند الناس بالتعبير عن الحزن. اللي محدش يعرفه إن فيلم ثقافي عمل مشاهدات عالية قوي ونجح جماهيرياً، وجه في المركز الـ 12 في قائمة أفضل 100 فيلم كوميدي في تاريخ السينما المصرية، وكانت العبارة دي ورسالتها أهم ما جاء في السيناريو، لكن فين صاحبها دلوقتي؟